صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم رح ابدا فقره كتاب بيقول لجورج برنار شو: L'adolescence est l'âge où les enfants commencent à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils posent. المراهقه هي العمر اللي ببلش الولد هو يجاوب على الاسئله اللي بيطرحها، ولكن السؤال اللي بيضله بلا جواب هل الموهبه لها عمر؟ او الطفل بيخلق ومعه ريشه سحريه خفيه بيرسم فيها كلام كثير صادقه، وكمان بنتساءل من بعد ما نقرا كتب لمراهقين لبنانيين بنفتخر فيهم، بنتساءل مين الولد ومين الراشد، مين الساذج ومين الناضج. غيد كرم هي مراهقة من لبنان عمرها 14 سنة، بتتعلم بمدرسة سانكور فرح باب، وبتكتب أشعار من عمر 7 سنين وحكايات حلوة كتير، متملي صفحات من التاريخ ومن الميثولوجيا المنسوجة مع الخيال. غيد كرم، أهلا وسهلا فيك باستديوهات الام تي في. انت انا كثير اول شيء كثير مبسوطه وفخوره انه عندي اون انفيتي ادوليسانت، وكثير انا يعني برات الهواء حكيتك كثير وكثير تعجبت بهالطريقه اللي بتتناولي فيها المواضيع بكل هالنضج وكل هالفهم. اصدرت كتاب كليوباتر ولبنان من شهرين. نعم. ومضيتي بالسنتر كولتوريال فرنسي. وكمان بتحكي فيه عن قصة كليوباتر أكيدة، وزيارتها على لبنان، يعني بتدمجي ما في شو في بالتاريخ المصري ولا بلبنان الحاضر. أول سؤال بسألك، بأي عمر بلشتي تكتبي وشو اللي خليك تستوحي لتكتبي؟ هلأ من وقت الديزيام عمر 7 سنين 6 كنت ديجا بلشت انه بلشت اكتب دي بوام وهيك وقصص. يعني بتذكر مره بقلعه طرابلس كان عندي عمتي اركيولوج، كنا مره زهقانين هيك شوي انا وخيي، وفجاه يعني اجت خطر على بالي ليه ما بنعمل نحن كتاب، انه هيك وبنشوف انه في كثير ناس عم يعملوا كتب وكثير اكسيتي. فاخذنا هيك ورق اكاتر والفنا قصه ميمي لاسوري واجات لاشات ومع ديزاك غافوز، وهيك طلع اول كتاب لنا. انت يعني انت عملتيه كماكات وكتبتيه كماكات بعده موجود عندك؟ ايه مره رجعت لقيته كنت عم دب شوي وهيك رجع اجوا الذكريات كثير حلو يعني كان. طيب كيف اجتك الفكره انك تحكي عن قصه، يعني ان كون دو في هو قصه خرافيه عن كليوباتر اللي هي بتهرب من مصر وبتجي على لبنان عندها اون ميسيون، يعني كيف اجتك الفكره انك تحكي عن كليوباتر وعن لبنان؟ كيف دمجتيهم سوا؟ اول شيء كل اللبنانيه بيحبوا لبنان وانا لبنانيه فطبعا اكيد بحب لبنان، ومن وقت اللي كنت صغيره كنت كليوباتر الايدول عندي، يعني ذكيه وحلوه وبتعرف قصص ومتعلمه وهيك. فقلت انه ليه ما بعمل انه بالدو باسيون تبعتي ليه ما بدمجهم مع بعض، يعني لبنان وكليوباتر. ودجا انه كنا نعرف انه كان في بلبنان شوي احداث قليمه، وتعطي احلى صوره من لبنان للعالم، يعني تاجا قال لهم يلا رجعوا تعوا على لبنان، لبنان حلو ما انه هيك. قلت ليه ما بنعمل انه كليوباتر اللي هي نعرف البيبليوتيك دالكسندري وكلتشر كل شيء، اجت عندها ميسيون انه ترجع تلاقي ستاتيو لالهه مصر بلبنان 2005 من 3 سنين. فاجت حملت حالها واجت على لبنان وبتصير انه على شكل كارت بوستال من لبنان بنظرة كليوباتر اللي هي اترانجير اجنبيه جاي، يعني كانه اجنبيه جاي عم تكتشف لبنان، وانت بعيون يعني كانه من وراء نظرتها هي عم بتخبري عن لبنان الجميل. نعم. ولبنان التاريخ والاصاله، لبنان اللي بدي اياه، لبنان اللي بدك تفرجي صوته مزبوط لكل اللبنانيين. طيب قد ايه اخذ معك الكتاب تخلصتي؟ كانوا يجوا يعني الفاك دانسبيراسيون اذا فينا نسميهم، كانوا يجوا هيك يعني اخذ شي سنه انه من السيزيام للسانكيام تخلصته. ووقتها كمان انه كنت عم بهتم بالصور والرسم وهيك والماكات تبع الكتاب كيف كان بدنا نعمله، ويعني تنشوف المشاهد احلى، يعني مثلا لقلعة جبال
لازم نروح نشوفها تنقدر نرسمها مثل ما لازم طيب. نقدر نعمل الديسكريبسيون يعني ما صح. تطلع شيء ما خاصه بالثاني وكمان يعني تكتب ويجوا الافكار وهيك. نعم. ومين اللي شجعك اكثر شيء؟ اهليك، المدرسه، اصحابك؟ شكر كبير 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 لاهلي عن جد، كل العائله يعني العائله اللي اجوا كلهم معك تيدعموك. نعم. وكمان لاصحابي يعني اللي كنت خبرهم انه يي عم تعمل كتاب يلا منيح خلص انه عملي منيح سبيان. فعن جد ميرسي ميرسي ميرسي. نحن كمان فخورين فيك. كمان كنت عم تحكي عن الرسم، بنلاحظ بقلب الكتب في كثير رسومات حلوه انت عملتيها. نعم. عندك موهبه الرسم عدا موهبه الكتابه، شو عندك كمان مواهب او شو هن اللي باسيون عندك اياها الهوبيز اللي بتحبيها؟ الهوبيز بحب الرقص، بحب الموسيقى يعني الكلاسيك وما عندي مشكل بالموسيقى الحالية. بحب كمان السباحة والإسكالاد، الناتور، راندوني، كل شيء سبورتيف. بحب أكيد أقرأ يعني أول شيء، وعزف على انسترومون يعني. بتحب تقرأ كتير، مين الكاتب المفضل عندك؟ عندي عدة كتاب يعني. مثل مين؟ مثلا في بالقصص الإستوريك في أوديل وولرس، كتبت لو شوفالي او بوكلي فير لو ميساج داتان، وهلا جديدا اكيد كلهم بيعرفوا في توايلايت ستيفاني مايرز وجي كي راولينج هاري بوتر، يعني بحب كثير كثير فانتاستيك. برافو. وبتقري اكثر شيء باللغه الفرنسيه او كمان انجليزيه او كمان عربيه؟ عم جرب اقرا من كل شيء يعني جبران، كمان ما لازم ننسي يعني سافا دو سوا وفرنسي وانجلي. طيب وقتها كتبت الكتاب وكان عمرك 11 سنه، كنت عم تكتبيه وبفكره انك بدك تنشريه او كنت عم تكتبيه لانك انت بتحبي تكتبي وما عم بتفكري يمكن ينشر يمكن لا، بس المهم انك انه عم تكتبي شيء عم تشالو بليزير يعني عم بتحبي عم تتلذذي بهالوقت؟ هو اصلا وقت امبروبابل ريزومي على كاتريام دو كوفرتور، انه وقتها شفت بالسون بالليغ ان فرونسي ان ميوزيك الاكسبوزيسيون انه